هشام، محمد ابو شاب، فاطمه ابو شبيكه، ابراهيم. مسجل من شهر 3 يابا، مسجل من شهر 3، وانا يعني كنت عندي غضروف في الرقبه وعندي غضروف في الظهر، يعني كان شبه شلل رباعي. الحمد لله عملت عمليه في مصر في معهد ناصر، وعملت عمليه في غزه، ولما اسجلنا كنا مسجلين، وبتمنى من الله انه الله سهل علينا في المعبر، علينا وعلى الجميع ان شاء الله، انه الله سهل على الجميع. وانا طالع من مصر للاردن ان شاء الله على اهلي وعلى اولادي. عبد الله.